العرب الذين انخرجوا في حركة الفتوحات العربية من قبائل الأزد ومن قبائل القضاع ومن قبائل الهمدان وكده واستقروا هناك، الأجيال التالية منهم هي كان منهم العلماء اللي ابتدوا يسروا المكتبة العربية عندما بدأ التدوين. هو كما نعلم متخصص في التصوف، في الفلسفة، في هذه الموضوعات، وليس متخصصا في دراسة التاريخ. ودراسة التاريخ تحتاج إلى استعداد وتكوين خاص يستطيع الباحث أن يدلي فيها بآرائه. لكن هو دايما يحب ينفرد ببعض الأفكار وبعض الآراء المثيرة للجدل. عندنا الفترة اللي كان فيها ابن جريج وكان فيها معمر بن راشد وكان فيها المجموعة دي في والزهري في العراق نهاية في العصر الأموي، ثم عندنا أول كتاب وصل لنا ترجمة ابن المقفع لخليل ودمنة في الفترة دي، وسيرة ابن إسحاق المتوفى سنة 150 هجرية. فالتدوين متأخر، التدوين متأخر، وابتدأت الثقافة تظهر مع نشأة مع انتقال الحضارة العربية في مراكزها الكبيرة. موسم الحج كان فترة مهمة، نعم، لالتقاء العلماء بضبط. اللي جايين من شرق العالم الإسلامي في كل المجالات ومن المغرب، وكانوا بيلتقوا هناك، لدرجة أن يشاع أن لما بيبقى فيه واحد من العلماء بيبحث عن كتاب ومش عارف يلاقيه، فيستغل موسم الحج ويجيب منادي ينادي أبحث عن كتاب كذا وسط الحجاج اللي جاي من العراق واللي جاي من مصر واللي جاي من الأندلس، فيقول له أنا عندي أبعته لك أو أجيبه لك أو أنسخه لك.